يلاه خويا كي قال قلت لك راه بنادم بزاف، راه عصابه ماشي بنادم، عصابه راه تفاجات انا دخلت في وسطهم اللي هي السيف اللي هي الجنوي وماشي تنكذب، راه هاد الناس اللي معايا هما الدور اللي عندي تصورهم، راه كل شيء حاضر معايا اللي في القريطه هنايا، انت راه كل شيء معايا تما كاين. اخويا هنا قول عندنا اول مره، ماشي اول مره، هنا انا سيل تحت اكثر من هاد الشيء، راه كانت ترست انا دابا هو العساس المنطقه هنا جروب 7 وجروب 8 بين 30 40 البشر، راه هاد الزنقه اللي حدايا راه تغطات بالبشر. كانوا اسلحه بيضاء اخويا، كانوا جناوه، كانوا سيوفه، كانوا هزن السناح. هذا الشيء اول مره شفتها. تيطرا اخويا تيطرا تيطرا جات اخويا، جات صافي جات، ولكن راه خرجوا لهم في الظلمه مشاو. شنو الخسائر اللي كانت؟ كانت الطوموبيل اخويا هي ديال تهرست عندنا، طوموبيل وحده خويا راه تسخلع صحيح، راه تسخلع اخويا كي قال كنت في وسط عصابه، قلت لك الله يحفظ وصافي. راه ما عرفتش واحد انا غادي تجبد سيف من حدايا. لا اله الا الله. لا ما كانوش اخويا، كاينه طوموبيله وحده عندنا اللي مهرسه راك باش تشوف. هنا اول مره عندنا، اول مره اخويا. اخويا يمكن بيناتهم، راه قلت لك ما تفاجئناش انا بهم هنايا، قلت لك راه مع الدراري هنا، مع الدراري الصغار كي قال، قلت لك تتفاجئ بعصابه جايه. دايزه تتسبق تتسمعوا كي قال الحجار الكارت شد ما تشد، كي قال لا اله الا الله. دابا في عز هاد الحاله استمرت الصحيه وحضرت الليلي. اخويا السلطات المحليه كتدخل يعني باستمرار هنا في المنطقه هذه. تدخل اخويا ولكن تيهربوا، تدخل وتيهربوا مع انتم تشوفوا الخلا مورانا. بنادم مين تيهرب للخلا ما يتبعوش الخلا اخويا، راه تعض الما قدامنا. ولا اله الا الله. تنطلبوا اخويا كي قال ضروري، كي قال خصنا هاد الناس يتحدوا، ما يبقاش هاد الشيء.